الفصل اللي بعده. تمام، احنا خدنا في الفصل السادس عقبة والدعوة الإسلامية، وعرفنا ان عقبة كان في بركة، قعد في بركة رائد ديني 4 سنوات. ممكن يجي يقول لك 5 سنوات ولا 4 سنوات ولا 3 سنوات ولا سنتين، هتقول له طبعا انت عارف ان هي 4 سنوات قعد مع اهل بركة يعلمهم ماذا، ماذا كان يفعل في ال4 سنوات التي قام فيها عقبة مع اهل بركة، ماذا كان يفعل حمزة؟ يعلمهم أمور دينهم ويدعوهم إلى الإسلام. برافو عليك، يعلمهم أمور دينهم ويعلمهم إيه أيضا؟ كان يعلمهم إيه؟ شيء آخر. ويعلمهم تلاوة القرآن واللغة العربية. برافو عليك، يعلمهم اللغة العربية وقواعدها، ويعلمهم أو يعلمهم ترتيل القرآن الكريم. كان يعلمهم ترتيل القرآن الكريم. تمام؟ طيب ماذا فعل أهل بركة عندما رحل عمرو بن العاص وعاد إلى ولاية مصر؟ وترك عقبة عليها، ماذا وجدهم عقبة؟ هل ارتدوا عن الإسلام؟ هيا ملك، تعرفي؟ كنت بتسمعي الحصص ولا لأ؟ ما كانش عندي وقت يا مس. طيب سماحي المرة دي، احنا عامة بنعيد تاني، بنراجع وهنراجع كل حاجة فاتتك، لو محتاجاها قوليلي، هنعيد تاني. شكرا يا مس. يلا يا فريدة، العفو حبيبتي، يلا يا فريدة. طرابلس كان أهلها بيرتدوا عن الإسلام ويرفضوا دفع لا أنا بتكلم عن، ركزي في السؤال، أنا بتكلم عن أهل بركة وليس انا طرابلس. اسفه انا اسفه يا مس، بس لما تبقى حاجه مش قراءه سماع بس ما بعرفش اسمعها كويس ما طيب بركزش وكده. لم يرتد اهل برقع عن دينهم، ولكن حبوا عقبه وهو احبهم كده بس، صح؟ نعم صح، يبقى هم لم يرتدوا عن الدين، لم يرتدوا عن الإسلام، لأنهم كانوا يحبون، يعني كانوا يحبون عقبة، ومكث معهم أوقاتا كثيرة، فهمهم وفهموه، وكان يحبوهم جدا، وهم أيضا كانوا يحبونه. طيب ماذا فعل أهل طرابلس يا سيف؟ أهل طرابلس ماذا وجدهم عقبة بن نافع؟ يعني ارتدوا عن دفع ضريبة الدفاع عندما علموا أن عمرو بن العاص رجع إلى مصر. نعم ارتدوا، لأنهم عندما كان فتح طرابلس كان الأمر صعب، عند فتح طرابلس فاكرين كان الأمر صعب، لماذا كان الأمر صعب على المسلمين؟ وإيه المدة اللي قعدوها خارج طرابلس حتى قاموا بفتحها؟ مين شهر هيجاوب؟ واحد. لحظة واحدة، مين مجاوبش؟ يلا يا يوسف، يوسف طارق، قولي يا يوسف. سامعني يا يوسف؟ سامع. جاوب. ايه السؤال؟ هو حضرتك مش معانا؟ مش كنت معانا دلوقتي ولا كنت فين؟ والسؤال المدة اللي قعدوها عشان يفتحوا طرابلس، ولا واحد تاني، ولا السؤال واحد تاني؟ ايوه هو ده. ماشي، ما انا سامع. طيب جاوب. مدة هي شهر كامل؟ نعم ثلاث أشهر. احنا قلنا 3 شهور قعدوا بره اسوار طرابلس عشان يدخلوها، قعدوا 3 شهور. طب متذاكرش ليه يا يوسف؟ زعلانه منك على فكره، متذاكرش خالص وما بتركزش. ركز معايا لو سمحت عشان خلاص الامتحان قرب. اسمع من زمايلك، موده ما المده التي مكث فيها الجيش دون الدخول الى طرابلس؟ قعدوا قد ايه حتى دخلوا طرابلس؟ قعدوا شهر؟ شهر. انت بتسالي ولا بتجاوبي؟ لا بقول. طيب قعدوا الشهر، ما السبب الذي جعلهم او الذي جعل دخولهم او عبور طرابلس الامر بالنسبه لهم كان صعب؟ ما السبب في ذلك؟ ايه السبب؟ هي مواد، أنا طلبت، كانت جديدة،
او البحر كان جاي عليها فهم ما كانوش عارفين يعني. احنا مش هنحكي كده في الامتحان، احنا مش بنقول كده في الامتحان، هنقول اصل البحر كان معرفش ماله. لا، في اجابه احنا المفروض بنقولها، عباره عن جملتين هتقوليهم بس هنقولهم. ايه هما؟ هاي يوسف، لأن طرابلس كانت مدينة بأسوار عالية. نعم، لأن أسوارها كانت عالية، وكذلك حصونها المنيعة كانت عاملة حصون. وكان عندها برضو جيش وحصولها على جيش قوي ليدافع. طيب، ما الذي حدث بعد شهر جعل الأمر سهلا للدخول إلى طرابلس؟ ماذا حدث يا تقى؟ تقى عماد، تقى سمعاني؟ تقى فين الصوت؟ الصوت مش موجود، المايك مش موجود. طيب قولي يا سارة. حضرتك يا مس، ما الذي حدث لكي يسهل الطريق ودخل الجيش الإسلامي طرابلس؟ ما المعجزة التي حدثت؟ دخل عن طريق بعدما انحصر الماء عنه في أيام الجزر. برافو عليكي، عندما انحصر الماء في أيام الجسر، في أيام كده الشاطئ يرجع إلى الخلف، فبالتالي كان سهل جدا ان هم يدخلوا من ناحية الشاطئ. طيب، ماذا فعل أهل طرابلس وقتها؟ هل دخلوا دين الله؟ هل دخلوا الإسلام؟ أم ماذا فعلوا؟ وماذا فعل بهم عقبة وعمر بن العاص؟ هي آية. على فكرة نعم يا مس، فتح طرابلس مهم جدا، بيجي في الامتحان أسئلته. ماذا فعل أهل طرابلس عندما فتح؟ فعل قولي. فر عدد كبير منهم عن طريق السفن التجارية التي كانت راسية على الشاطئ. برافو عليك، فر عدد كبير منهم، والباقي ماذا فعل؟ دخلوا في دين الله، دخلوا الإسلام، استسلموا. والذين لم يستسلموا يعني فضلوا على نفس ما هم فيه من عبادة الأصنام. ماذا فعل معهم عقبة بن نافع؟ هل حاربهم أم ماذا فعل معهم؟ فرض عليهم إيه؟ ما يسمى بإيه يا حمزة؟ فرض عليهم إيه يا حمزة؟ ضريبة الدفاع. برافو عليك، ضريبة الدفاع. طيب، بعدما عاد مرة أخرى عمرو بن العاص إلى ولاية مصر، ماذا فعل هؤلاء اللي هم أهل طرابلس؟ ماذا فعلوا؟ أي جانا؟ ارتدوا عن دينهم ورفضوا دفع ضريبة الدفاع. نعم، ارتدوا عن الدين ورفضوا دفع ضريبة الدفاع التي قد فرضها عليهم عقبة وعمرو بن العاص عندما دخلوا طرابلس. شكرا، مهم جدا الفصل ده على فكرة. ملك مبارك يا ملك، وشكرا حبيبتي، ربنا يوفقك. مبارك عليكي، الامتحان كان سهل بتقولي، وجبتي الفول مارك، احسنتي. عقبال ان شاء الله الفصل الدراسي الاول كله ان شاء الله يقفل فيه. كان الامتحان سهل بالنسبة لك؟ كان سهل مية، والنحو كان سهل. الحمد لله، انتوا ما شاء الله انتوا بقيتوا كويسين جدا في النحو كلكم، يعني احسنتم بجد، كان يعني اتحسنتوا كتير في النحو الحمد لله. يا طيب، مستر، أنا في الامتحان اسمه ده دخلت الامتحان حليت الأسئلة، بس كان في سؤال بيقول المدة، بيقول السؤال عاد عقبة إلى مصر بعد رفض استكمال يوسف حبيبي، الفتوحات. يوسف يوسف، هو انت مش معانا من اول حصة؟ لا أنا معاكم. طب ما احنا كنا بنقول ايه في اول حصة؟ هنعيد تاني الكلام؟ احنا كنا بنقول ايه في الحصة في الاول؟ ماشي. انت فاهم احنا قلنا ايه في الحصة في الاول خالص؟ كنا بنتكلم في السؤال اللي انت بتسأله دلوقتي، ايه المشكلة معاك فيه؟ انت بقيت الأسئلة حليتها بس انا كلها صح؟ حليته، ما حليته صح، قال لي ان هو غلط. ايوه، لان انا قلت السبب في اول الحصه على فكره.
خليك مصحصح معانا يا يوسف لو سمحت. حاول تفتح الكاميرا ماشي. وركز معانا، ركز معانا وافتح الكاميرا. انا سمعت ان انت كويس جدا في المواد كلها، فعايزاك في العربي برضو تبقى شاطر. اتفقنا؟ تمام. خلاص يلا ننتبه، والحاجه اللي مش فاهمها قولي وانا اعيدها تاني. عرفنا ان عمرو بن العاص عاد الى مصر، الى ولايه مصر، وبعدها مكث عقبة وكان رائدا في بركة، رائدا دينيا، علم أهلها أمور الدين، ثم نشر الإسلام بين الذين ما زالوا على وثنيتهم سواء في طرابلس أو في بركة. كذلك علم أهلها اللغة العربية، وقام بترتيل القرآن الكريم، وعلمهم ترتيل القرآن الكريم. علمنا أن عدد كبير من أهل طرابلس ارتد عن الإسلام، وبدأ ينشر الإسلام فيما بينهم مرة أخرى. طيب، كيف تغيرت أحوال الخلافة بعد استشهاد عمر بن الخطاب؟ عرفنا أن عمر بن الخطاب استشهد، يا يوسف استشهد، وتولى مكانه من الذي جاء من الخلفاء الراشدين بعد عمر بن الخطاب؟ تعرف؟ أنا يا مس ولا يوسف؟ يوسف، يوسف طارق. مين يا يوسف اللي جه بعد عمر بن الخطاب الخلافة؟ اللي جه بعد الخلافة هو عمر بن الخطاب. ها؟ كان جه بعد الخلافة مين اللي مسك الخلافة بعد عمر بن الخطاب؟ ها؟ علي عثمان بن أبي بكر. في حاجة اسمها عثمان بن أبي بكر؟ لا مش عثمان بن أبي بكر، اتلخبطت. عثمان إيه؟ عثمان بن عفان. أيوة كده، عثمان بن عفان تولى مكان عمر بن الخطاب بعد استشهاده. وماذا فعل بعمر بن العاص؟ ماذا فعل عثمان بن عفان بعمر بن العاص يا ملك؟ عمل فيه ايه؟ عرفنا ان هو رجع مصر. لما تولى عثمان بن عفان عمل فيه ايه يا ملك؟ بتقولي لنا يا مس؟ ملك عزل عمرو بن العاص من ولاية مصر. نعم، عزله وتولى من بقى بعده؟ من الذي تولى ولاية مصر بعد عمرو بن العاص؟ مش فاكرة اسمه. حد يعرف؟ قلناها المرة اللي فاتت، اللي يعرف يرفع ايده. هي ايه، عارفة؟ ايوه يا مس، عارفه، يلا عبد قولي. الله بن سعد بن ابي السرح. برافو عليك، عبد الله بن سعد بن ابي السرح هو الذي تولى بعد عمرو بن العاص، بعدما عزله من عثمان ولا عمر بن الخطاب؟ ها، من الذي عزله؟ انا اقول يا مس قولي ايه. عثمان بن عفان. تمام، احنا حلينا الأسئلة بتاعة الدرس صح؟ بتاعة الفصل ده حليناها من الكتاب. طب نفتح الكتاب كده، نفتح الكتاب، كتاب الامتحان على الفصل السادس. لحظة لحظة، هجيبه لأنه في الأولى التانية. لحظة، طيب كلنا معانا الكتاب، نكتب تاريخ النهاردة. كتبنا تاريخ النهاردة على الأسئلة. ايه يا شباب،